السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخباركم عاملين ايه؟ معكم نسائي عصام، والنهاردة ان شاء الله الفيديو اللي كلكم طلبتوه مني يا ميس. انا ابني رايح سنة اولى ومش عارفة اسسه ازاي، او انا مش عارفة ابدأ معاه ازاي. النهاردة ان شاء الله هعلمكم، لو ابنك صغير او مش بيعرف يقرأ هقولك تعملي ايه معاه بالظبط. بس برضو الفيديو ده ان شاء الله هيبقى مقسوم على جزئين. الجزء بتاع النهارده ان شاء الله اللي هو الجزء الخاص بالفونكس، بمعنى فونكس اللي هي الصوتيات، يعني الطفل ازاي يعرف يقرا. اما الجزء الثاني ان شاء الله من الفيديو ده هيكون خاص بالجرامر، والجرامر ده علشان يعرف يكون جمله. طيب اول حاجه كده هنبدا بيها نصلي على النبي، بعد كده يلا ورقه وقلم وتعالي هقول لك تعملي ايه. طيب اول حاجه في تاسيس الانجليزي ان هو لازم يكون حافظ الحروف كويس جدا، دي كلنا متفقين عليها. الخطوة رقم 2 لازم تعرفيه الفرق، ان في عندي فرق ما بين letters ما بين الحروف، وفي فرق عندي كمان ما بين sound of letters. طيب اسم الحرف والصوت بتاعه. طيب اول شيء هندرسه ايه هو اسم الحرف، اسماء ايه، اسماء الحروف. طيب النون عندي الاسم A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ده كده بالنسبة للنون of letters اللي هي أسماء الحروف، تمام؟ طيب تاني خطوة المفروض هندرسها the sound of letters اللي هي أصوات الحروف، ودي بالنسبة لي أهم خطوة عندي في الدرس بتاع النهاردة. طيب تعالوا نتعلم the sound of letters. The sound of A A P K D A G I J K L M N O P R S T A V W Y Z. ده كده بالنسبة لي the sound of letters اللي هي أصوات الحروف، مهم جدا إنه يعرفها. طيب خلاص كده أنا عرفت اسم الحرف وعرفت الصوت بتاعه. step number two، الخطوة التانية. الخطوة التانية إن أنا أعرفه إن الحروف عندي بتنقسم لقسمين، في حروف اسمها vowels letters وفي حروف اسمها consonant letters. كل الحروف اسمها consonant letters، حروف ساكنة، ما عدا خمس حروف دول هم اللي اسمهم vowels letters، هما ال A وال E وال I وال O وال U، ودول اللي احنا المفروض نركز عليهم كويس جدا، لان مفيش كلمة في الانجليش عندي مفيهاش ال vowels letters، لازم يكون فيها واحد منهم. طيب كده خلاص عرفنا بقى ال vowels. بعد كده هنبدأ بقى ايه نديله ال vowels. لما نديله ال vowels طبعا هنديله حرف حرف من الخمسة. الحروف اللي عندك دي المفروض الحرف الواحد هياخد معاك بالظبط اسبوع، اسبوع تدريب وتمرين وديكتيشن والحاجات دي كلها علشان ايه يتقنها كويس. طيب خلاص انا حفظ معايا الحروف وخلاص حفظ عندي الفاولز، اول صوت هديهوله اللي هو صوت الاي. الاي عندي الساوند بتاعه اسمه آ آ، وابدأ اديله الآية دي مع كل الحروف، يعني البي لما بيجي معها الصوت بتاع الاي تبقى با كا دا فا جا ها وهكذا هنكمل الاخر. طيب خلاص اديت له مع الحروف، بعد كده نعمل ايه الخطوة اللي بعد كده بقى، ان هو يتعلم ان هو يقرأ. ازاي يقرأ؟ هديله كلمات مثلا من ثلاث اصوات بس مش اكتر من كده، كلمات من ثلاث حروف زي مثلا كا كات كا كار كات كار ها هات را رات، دي كده. وهنستمر بنفس الطريقة دي، طبعا احنا هنجيب له كم كلمات اكبر من كده بكتير، برضو هسيب لكم كلمات كتير تحت في الديسكريبشن بوكس في اول تعليق مثبت. كده بالنسبة للصوت بتاع الا، كده خلاص عرفنا النطق بتاعه وكمان اخدنا كلمات عليه. وبعد كده هنبدأ في مرحلة الديكتيشن. مرحلة الديكتيشن دي اللي هتكون على حرف الا، ان احنا هنمليه. طب هنمليه ازاي؟ مثلا هقعد اقول له كا كان،
يكتب حرف السي مع الاي على بعض اسمه كا، وفي الاخر حرف الان تبقى على بعضها كان، وهتقعدي تملي كتير كده خلاص اتقن الحرف ده وبقي تمام. كلمة أساسية والمهم إن هو يكون حافظها برضو، فما أكتفيش بس بإن أنا أسس فونكس من غير حفظ كلمات، كل حرف ناخده على الأقل ناخد عليه 10-15 كلمة يحفظهم كويس. الكلمات دي أنا سايبها لكم على الشاشة، دي كلمات أساسية مهمة إن احنا نحفظها، مش بس قراءة بس، لا قراءة وإملا. وكمان الكلمات دي أحلى حاجة فيها إن هي على الصوت بتاع الآ بس، ما فيهاش أكتر من كده، زي مثلا and فأس أكس ذراع arm سجادة مات مضرب بات قبعة هات فأر رات وقط قطة كات. طبعا في الاخر هعمل له كده هومورك بسيط ان انا هقول له كمان ان هو يكتب الفاولز اللي هما الفايف فاولز. ده كده بالنسبة للصوت الآ، بالنسبة لي الريدينج والديكتيشن وكل الحاجات اللي خاصة بحرف الآ، الكلام ده كله هياخد منك أسبوع من ما يتقنهم كويس، وبرضو مش شرط أسبوع، يعني كل طفل على حسب قدراته. يلا بينا الخطوة اللي بعد كده. بعد كده هننتقل على الساوند إي، الحرف الإي اللي هو الساوند بتاعه إيه، احنا بنقول إن حرف الإي ده ما بيسمعش، فبالتالي بنقول له كل ما حد ينادي عليه بيقعد يقول إيه إيه، ونبدأ برضو كده. بعد كده برضو نفس الكلام اللي أخدناه في الصوت بتاع الأه، إن احنا نبدأ نديله مع الحروف كلهم. طب الساوند بتاع الشورت إي ده اسمه أه، احنا قلنا إن الشورت إي ده ما بيسمعش، فكل ما حد بينادي عليه بيقول إيه أه أه أه، يبقى الساوند بتاعه اسمه إيه أه أه. طيب هناخد طبعا الساوند ده مع كل الفاولز، سوري مع كل الليترز، مع كل الحروف. هنا ف ب، هنا نقول س س. حرف السي لما بيجي وراه اي او اي او واي في الحالة دي بينطق سي، لكن لما بيجي وراه اي حرف غير التلاتة دول بينطق ك. طيب ده ده ف ف. بالنسبة عندي لحرف الجي، حرف الجي ده عندي لو جا وراه اي او اي او واي في الحالة دي بينطق ج ه ج ك ل. الخطوة اللي بعد كده اللي مفروض احنا نديها له اللي هي الفاميلي ووردز، اللي هي عائلة الكلمة. يعني ايه يا مستر عائلة الكلمة دي؟ يعني اجيب له كلمات مكونة من ثلاث حروف، وابدأ الحروف الاخرانية دي تكون متشابهة علشان النطق يكون معاه كويس. طيب هناخد اول حاجة عندي الصوت بتاع ات ات ات. بصوا بنقول ايه، خدوا الان مع الاي، احنا قلنا الان مع الاي اسمه ايه نه نه نت نت نه نت له له لت لت ذ ذ ذت و و ويت ب ب بيت. هتبدأي تمليه وتقولي له مثلا، طب هنتملى كلمة زي كلمة له ليج. بص كده هنمليه ازاي، له له يبقى ايه ال ال مع الاي له، عشان ده صوت مع بعضه اسمه له له ليج ليج. طيب كلمة تاني مثلا اسمها تيد ت ت، يبقى حرف تي مع الاي ت ت تيد. خلاص ما اخلص مع الديكتيشن، هدي بعد كده احفظه كلمات على الشورت اي، حفظ قراءة واملاء الاتنين، علشان قلنا يبقى عنده حصيلة لغوية لما ندخل على الجزء بتاع الجرامر، يبقى عنده كم كلمات نعرف نستخدمها معه عشان يعرف يكون جملة سهلة. بالنسبة بعد كده للشورت او والشورت يو والشورت اي، نفس الكلام برضو، دول انا الشورت اي والشورت اي. هسيب لكم اللينك الحلقات بتاعتهم بالتفصيل تحت في الديسكريبشن بوكس، وكمان في اول تعليق مثبت. بعد كده ان شاء الله الايام اللي جاية دي خلال الاسبوع ده هنزل لكم الشورت او واليو والاي على بعضهم. انا بس النهاردة عرفت لكم الطريقة ازاي هتمشوا بيها مع الاطفال بتاعتكم، وهتمشي معهم ازاي، والحرف نفسه هياخد وقت قد ايه. تمام، يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا باي معلومة. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. يلا السلام عليكم.